السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل أمورنا على خير يا أرحم الراحمين. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نكمل إن شاء الله في الوحدة الثامنة، فهم المسموع، القسم الثاني، هجرة العقول في أرقام. الأرقام رقم نمبرز. هجرة العقول، تحدثنا البارحة عن the mind immigration، هجرة العقول with numbers. هناك أسباب لهجرة العقول، منها أسباب سياسية، ومنها أسباب مادية، ومنها أسباب اجتماعية. والمشكلة التي يعانيها العالم الإسلامي وخصوصا العربي، المضايقات التي تحدث للعلماء والمفكرين، فيلجؤون إلى بلاد الغرب حتى يمارسوا حرياتهم. والسبب الثاني، الماديات التي سلبت عقول البشر وأسرت أفئدة الناس وجعلتهم يفكرون فيها صباح مساء. يقول أحد الخبراء إن عدد الأطباء المسلمين الموجودين في باريس وحدها أكثر من الأطباء الموجودين على التراب الجزائري، والباكستانيون بالذات بالآلاف في لندن، حتى إن أكبر طبيب في تخصص القلب والشرايين باكستاني وهو مقيم في لندن. ويشير تقرير رسمي للحكومة الباكستانية عام 1979 ميلادي، في دراسة قام بها اثنان من الأساتذة، إلى أنه في اليوم التالي لإعلان نتائج كليات الطب في باكستان، تقدم 90% من الخريجين بطلب إلى السفارة الأمريكية والبريطانية للهجرة. أما الدراسة التي أعدت عن مصر، وهي دراسة محدودة بالنسبة لبلد واحد مسلم منذ سنة 1970 ميلادي، فعلى مدار 10 سنوات امتنع 950 ممن حصلوا على الدكتوراه من العودة إلى مصر. إذن هجرة العقول، talking about the scientist who moves to the Western or to the United States. هناك أسباب لهجرة العقول. There are many reasons. أسباب سياسية political، مادية material، اجتماعية social. These reasons for immigration. هناك أسباب لهجرة العقول، منها أسباب سياسية، ومنها أسباب مادية، ومنها أسباب اجتماعية. والمشكلة التي يعانيها العالم الإسلامي وخصوصا العربي. The problem that suffers in Islam world, especially in Arab land, المضايقات التي تحدث للعلماء والمفكرين. المضايقات, the harassment, التي that happens to the scientists and والمفكرين. فيلجؤون, يذهبون إلى بلاد الغرب, to the Western countries. حيث يمارسوا حرياتهم، حتى يمارسوا practice their freedom. يعاني، عندنا فعل يعاني، فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدر على الياء. يعاني العالم، العالم فاعل مرفوع بالضمة، الإسلامي صفة للعالم. المضايقات التي تحدث أيضا فعل مضارع مرفوع بالضمة، تحدث المضايقات للعلماء، المضايقات هي الفاعل. يلجؤون، هم يلجؤون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة.
إلى بلاد الغرب حتى يمارسوا. يمارسوا فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه حذف النون، حذف النون قبل حتى. يمارسوا حرياتهم، هم يمارسوا حرياتهم. والسبب الثاني، إذا الأول سياسي، المضايقات harassment political reason. السبب الثاني الماديات materialism التي سلبت عقول البشر that take the mind of people وأسرت أفئدة الناس الأسر capture their hearts وجعلتهم يفكرون فيها صباح مساء، يفكرون في الماديات with the money with the wealth with the rich everything، وجعلتهم الماديات يفكرون فيها صباح مساء in the morning and in the evening. الفعل سلب فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة والتاء تاء التأنيث الساكنة. سلبت الماديات، والماديات هي الفاعل، عقول مفعول به، البشري مضاف إليه. أسر أيضا فعل ماض مبني على الفتحة والتاء تاء التأنيث الساكنة. أسرت الماديات أفئدة مفعول به. جعلتهم أيضا جعل فعل ماض التاء تاء التأنيث الساكنة. يفكرون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا السبب الثاني الماديات التي سلبت عقول البشر وأسرت أفئدتهم، أفئدة الناس. نقول القلب والفؤاد، القلب the heart. أيضا في اللغة العربية القلب له عدة أسماء، منها أفئدة، المفرد فؤاد، قلب قلوب، فؤاد أفئدة، جمع تكسير. يقول أحد الخبراء الخبير specialize إن عدد الأطباء المسلمين الموجودين في باريس وحدها just in the Paris the doctor Muslims أكثر من الأطباء الموجودين على التراب الجزائري. In just in the Paris they are more than the old doctors in the Algeria country. على التراب الجزائري. The land of الجزائر. التراب هنا الأرض الجزائرية. والباكستانيون بالذات especially باكستان بالآلاف there are thousands of them in London. حتى إن أكبر طبيب في تخصص القلب، طبيب القلبية أو الطب القلبي كارديولوجيست، والشرايين باكستانية also angiologist، هو باكستاني وهو مقيم في لندن he stay in London. ويشير تقرير رسمي إن أكبر طبيب في تخصص القلب والشرايين باكستانيون، طبيب باكستانيون مبتدأ وخبر، أكبر طبيب باكستاني، إن طبعا حرف مشبه بالفعل يدخل على الجملة الاسمية، أكبر اسم إن منصوب بالفتحة، باكستاني خبرها مرفوع، طبيب مضاف إليه طبعا، حتى إن أكبر طبيب في تخصص القلب والشرايين باكستاني وهو مقيم في لندن. ويشير تقرير رسمي رسمي formal report يشير indicate from the Pakistan government الحكومة الباكستانية Pakistan government الحكومة the government عام 1979 1979 في دراسة قام بها اثنان من الأساتذة in study they put the two from the professors do this study.
قام بها اثنان من الأساتذة. قام اثنان من الأساتذة بها. اثنان مثنى. قام فعل ماض مبني على الفتحة. اثنان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. من الأساتذة. إلى أنه في اليوم التالي لإعلان نتائج كليات الطب after the medicine الكلية in the university part of medicine they أعلنوا نتائج announce their results in Pakistan تقدم 90% 90% from them they present طلب to the السفارة الأمريكية والبريطانية للهجرة ambassador أو السفير American السفارة الأمريكية Embassy of American and United Kingdom للهجرة to immigrate to it 90% from the student who finished their studies in the medicine in university. أما الدراسة التي أعدت في مصر that prepared in Egypt عن مصر about Egypt هي دراسة محدودة limited study بالنسبة for لبلد واحد مسلم to just for one Muslim country منذ سنة 1970 since 1970 فعلى مدار 10 سنوات over 10 years امتنع 950 ممن حصلوا على الدكتوراه or take the certificate of doctorate in Western countries 950 950 one of them they refused to return to the Egypt امتنعوا أو امتنع 950 ممن حصلوا على الدكتوراه من العودة إلى مصر أعد فعل ماض مبني للمجهول passive أعد ضم أوله وكسر ما قبل آخره فعل ماض مبني للمجهول أعدت تاء التأنيث الساكنة حصلوا ممن حصلوا من الذين حصلوا فعل ماض مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة على الدكتوراه من العودة إلى مصر وحينما نترجم هذه الدراسة إلى أرقام تصبح مصر كأنها هي التي تعطي معونة إلى أمريكا ويبلغ عدد المسلمين المهاجرين من مهندسين وخبراء وأطباء في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا 100,000 عالم 100,000 عالم من أصحاب الكفاءات العالية ولو أن كل واحد منهم أنتج بحثا على مدار العام لأصبح في عالمنا الإسلامي 100,000 بحث فكم من مشكلة تحلها هذه البحوث وكم من إبداع يبدعه هؤلاء الباحثون When we put this study in numbers, تصبح مصر, مصر became that she gives المعونة help America with scientists التي تعطي معونة إلى أمريكا. يبلغ عدد المسلمين المهاجرين من مهندسين engineers
خبراء specialize in every kind، أطباء دكتورز في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. 100,000 عالم، 100,000 scientist، من أصحاب الكفاءات العالية. They have all high degrees. ولو أن كل واحد منهم أنتج بحثا، if every one of them in the year just produce one search، لأصبح في عالمنا الإسلامي 100,000 بحث. In our Islam land we have 100,000 research. فكم من مشكلة تحلها هذه البحوث، وكم من إبداع، الإبداع creative يبدعه هؤلاء الباحثون. نترجم فعل مضارع مرفوع بالضمة. التي تعطي، فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، معونة مفعول به. يبلغ فعل مضارع مرفوع عدد فاعل مرفوع بالضمة، المسلمين مضاف إليه. أنتج فعل ماض مبني على الفتحة، بحثا مفعول به. لأصبح في عالمنا الإسلامي 100,000 بحث. فكم من مشكلة تحلها، فعل مضارع مرفوع بالضمة. هذه البحوث، فاعل. وكم من إبداع يبدع، أيضا فعل مضارع مرفوع بالضمة. الباحثون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو والنون لأنه جمع مذكر سالم. الباحثون جمع مذكر سالم، فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. لقد شهد الغربيون بهذه الظاهرة، ظاهرة هجرة العقول الإسلامية. فهذا رئيس جامعة كورنيل الأمريكية يصرح أمام الكونغرس بأن المهاجرين المسلمين من الأطباء وفروا على الولايات المتحدة إنشاء 30 كلية طب سنويا، وليس ذلك في مجال الطب فحسب، بل في مجالات الصناعة كذلك. فعلى سبيل المثال، في مصنع GMC في الولايات المتحدة يعمل 24,000 يمني، وإن غالبية الباحثين والعلماء المفكرين في الغرب هم الباكستانيون والهنود والمصريون المسلمون الذين يبحثون ويجربون في المختبرات. شهد الغربيون، the Western people they say in this state، هذه الظاهرة، ظاهرة هجرة العقول الإسلامية. فهذا رئيس جامعة كورنيل الأمريكية، Head of the Cornell University، يصرح، declares، أمام الكونغرس المهاجرون المسلم بأن المهاجرين المسلمين من الأطباء وفروا، these immigration people, Muslim people from doctors, وفروا they save to the United States to establish 30 college, medicine college every year, because all the doctors they moves to it. وفروا على الولايات المتحدة إنشاء 30 كلية طب سنويا، وليس ذلك في مجال الطب فحسب، that not in the medicine field just، بل في مجال الصناعات أيضا، الصناعة industry fields also. على سبيل المثال، examples، في مصنع factory GMC في الولايات المتحدة
يعمل 24 ألف يمني. In this association or this factory, 24,000 Yemenian people work there. وإن غالبية الباحثين most of the researchers والعلماء والمفكرين في الغرب هم from Pakistan, الباكستانيون والهنود from India والمصريون from Egypt المسلمون الذين يبحثون who research ويجربون try study in the المختبرات in the laboratory مختبر مختبرات. إن المهاجرين أن حرف مشبه بالفعل المهاجرين اسم أن منصوب وعلامة نصبه الياء والنون لأنه جمع مذكر سالم. المسلمين صفة وفروا فعل ماض مبني على حذف النون لأن مضارع من الأفعال خمسة وجملة وفروا في محل رفع خبر أن. إنشاء 30 كلية طب وليس ذلك في مجال الطب فحسب بل في مجالات الصناعة. يعمل فعل مضارع مرفوع بالضمة. يبحثون يجربون فعل مضارع مرفوع عند رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه على ساحة الواقع ويضع أمامه العديد من علامات الاستفهام هو: هل نحن المسلمين بنينا حضارة الغرب في البداية ونبنيها في الوقت الحاضر؟ The question that we put in the relayati الواقع relayati fields الساحة. The question is ويضع أمامه العديد من علامات الاستفهام. علامات الاستفهام question marks. إذن we have a question in front of it there are many question marks. هو هل نحن المسلمون are the Muslim people who build the حضارة الغرب the Western civilization in the beginning ونبنيها في الوقت الحاضر also we build it in this time. إذن لكن السؤال الذي يطرح نفسه على ساحة الواقع ويضع أمامه العديد من علامات الاستفهام هو: هل نحن المسلمين بنينا حضارة الغرب في البداية ونبنيها في الوقت الحاضر؟ إذن هذا السؤال بحاجة إلى بحث ودراسة. الأسباب العامة المانعة للهجرة من مكان إلى آخر. ما هي الأمور التي توقف هجرة العقول؟ 1- اهتمام الدولة بالعلم والمؤسسات العلمية. The government must to take care about scientists and scientist association والمؤسسات العلمية. توفير الإمكانات العلمية للبحث والتنقيب. To put its wealth in the research, scientist research. توفير الإمكانات العلمية للبحث والتنقيب. وكسرة الحوافز الأدبية لمن يبدع في عمله. Luck, reward. الجوائز الحوافز الأدبية الأدب literature لمن يبدع في عمله who make a good work give him الحوافز the reward and the money وكثرة الحوافز الأدبية لمن يبدع في علمه وسهولة المعيشة للعالم
وراحته النفسية له ولعائلته. السهولة is the of living for scientists and comfort him psychology له for him and to his family. إذن هذه الأسباب المانعة لهجرة العقول. Until we stop this movement to the Western, the government must do these things. اهتمام الدولة بالعلم والمؤسسات العلمية وتوفير الإمكانات العلمية للبحث والتنقيب وكثرة الحوافز الأدبية لمن يبدع في علمه وسهولة المعيشة للعالم وراحته النفسية له ولعائلته. لأن هذه الجمل جمل اسمية. يبدع هنا من يبدع، من موصولية relative article، يبدع فعل مضارع مرفوع بالضمة. نقرأ النص كاملا. هجرة العقول في أرقام. هناك أسباب لهجرة العقول، منها أسباب سياسية ومنها أسباب مادية ومنها أسباب اجتماعية. والمشكلة التي يعانيها العالم الإسلامي وخصوصا العربي المضايقات التي تحدث للعلماء والمفكرين، فيلجؤون إلى بلاد الغرب حتى يمارسوا حرياتهم. والسبب الثاني الماديات التي سلبت عقول البشر وأسرت أفئدة الناس وجعلتهم يفكرون فيها صباح مساء. يقول أحد الخبراء إن عدد الأطباء المسلمين الموجودين في باريس وحدها أكثر من الأطباء الموجودين على التراب الجزائري والباكستانيون بالذات بالآلاف في لندن، حتى إن أكبر طبيب في تخصص القلب والشرايين باكستاني وهو مقيم في لندن. ويشير تقرير رسمي للحكومة الباكستانية عام 1979 في دراسة قام بها اثنان من الأساتذة إلى أنه في اليوم التالي لإعلان نتائج كليات الطب في باكستان تقدم 90% من الخريجين بطلب إلى السفارة الأمريكية والبريطانية للهجرة. أما الدراسة التي أعدت عن مصر وهي دراسة محدودة بالنسبة لبلد واحد مسلم منذ سنة عام 1970 ميلادي، فعلى مدار 10 سنوات امتنعت 950 ممن حصلوا على الدكتوراه من العودة إلى مصر. وحينما نترجم هذه الدراسة إلى أرقام تصبح مصر كأنها هي التي تعطي معونة إلى أمريكا، ويبلغ عدد المسلمين المهاجرين من مهندسين وخبراء وأطباء في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا 100,000 عالم من أصحاب الكفاءات العالية. ولو أن كل واحد منهم أنتج بحثا على مدار العام لأصبح في عالمنا الإسلامي 100,000 بحث. فكم من مشكلة تحلها هذه البحوث، وكم من إبداع يبدعه هؤلاء الباحثون. لقد شهد الغربيون بهذه الظاهرة، ظاهرة هجرة العقول الإسلامية، فهذا رئيس جامعة كورنيل الأمريكية يصرح أمام الكونغرس بأن المهاجرين المسلمين من الأطباء وفروا على الولايات المتحدة إنشاء 30 كلية طب سنويا. وليس ذلك في مجال الطب فحسب، بل في مجالات الصناعة وكذلك في مجالات الصناعة كذلك. فعلى سبيل المثال في مصنع جي ام سي في الولايات المتحدة يعمل 24,000 يمني، وإن غالبية الباحثين والعلماء والمفكرين في الغرب هم الباكستانيون والهنود والمصريون المسلمون.
الذين يبحثون ويجربون في المختبرات. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه على ساحة الواقع ويضع أمامه العديد من علامات الاستفهام هو: هل نحن المسلمين بنينا حضارة الغرب في البداية ونبنيها في الوقت الحاضر؟ الأسباب المانعة للهجرة في مكان آخر من مكان آخر: اهتمام الدولة بالعلم والمؤسسات العلمية، توفير الإمكانات العلمية للبحث والتنقيب، وكثرة الحوافز الأدبية لمن يبدع في علمه، وسهولة المعيشة للعالم وراحته النفسية له ولعائلته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.